جولة جديدة لآخر أخبار الرياضة، أهلا بكم. دشن اتحاد جدة نسخة 20 من مونديال الأندية بإزاحة بطل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا في ربع النهائي مع الأهلي المصري. في دوري أبطال أوروبا أسفرت المجموعة الأولى عن تأهل تاريخي لكوبنهاجن إلى دور 16 بفوزه على غلاتاساراي بهدف، وكذلك حكم بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد بالخروج خالي الوفاض من المسابقة الأوروبية بذات النتيجة. وأمن لانس بطاقة العبور إلى ملحق الدوري الأوروبي بفوزه على إشبيليا 2-1، في حين ختم أرسنال المتأهل دور المجموعات بالتعادل مع أيندهوفن بهدف لهدف. كما حجز نابولي بطاقة تأهله بفوزه على براغا بثنائية، وأنهى ريال مدريد دور المجموعات بالعلامة الكاملة بانتصاره على يونيون برلين 3-2. من جانبه حسم ريال سوسيداد زعامة مجموعته بتعادله سلبا مع انتر ميلان، وحسم بنفيكا تأهله إلى الدوري الأوروبي بتغلبه على سالزبورغ بنتيجة 3-1. اختير الحارس المغربي ياسين بونو إلى جانب البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدرسون في قائمة للمنافسة على جائزة فيفا The Best لأفضل حارس مرمى لعام 2023. كشفت منصة جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل للعام 2023، حيث سجل المصري محمد صلاح حضوره بكونه العربي الوحيد الذي سيتنافس مع مجموعة من نجوم العالم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إيرلينغ هالاند، كيليان مبابي وكريم بنزيما. أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا عن وقوع ريال مدريد ضيفا على أراندينا المنتمي إلى الدرجة الرابعة، كما سينزل برشلونة ضيفا على بارباسترو من الدرجة الثانية. أعلن مدافع يوفنتوس السابق جورجو كيليني اعتزال كرة القدم نهائيا عن عمر 39 عاما إثر نهاية عقده مع فريقه الحالي لوس أنجلوس الأمريكي. ختام جولة، إلى اللقاء.